شكرا للزملاء بالقاهرة، تحية طيبة لكم مشاهدينا. عطلة نهاية الأسبوع الأولى بسنة 2018 شهدت إقبال كبير واسع على دور العرض السينمائية. هالشي طبعا شكل تغيرات وترتيب الأفلام يلي حلت وحققت أعلى إيرادات بشباك التذاكر الأمريكية. في المرتبة الخامسة حل فيلم الكوميدي الغنائي Pitch Perfect 3 متراجع من المرتبة الثالثة ومحقق 10.2 مليون دولار، وبهيك وصل مجمل إيرادات هالفيلم ل 85.9 مليون دولار حتى الآن. الفيلم بيحكي تفاصيل الرحلة يلي بتقوم فيها الفرقة الغنائية بيلاز مع القوات العسكرية الأمريكية، كما بيصور هالفيلم بعض القرارات الصعبة على أفراد الفرقة إنه يتخذوها. الفيلم بطولة الممثلة أنا كيندريك وديبل ويلسون وبريتني سنو وغيرهم من نجمات السينما الأمريكية. باي باي بيلاز. It really does feel like goodbye, John. Becca. What are you doing? Don't. If you cry, I'm gonna cry. Don't make that face. I'm not doing it. Don't make that face. This is my regular face. في أسبوع الثالث بدور العرض السينمائية حل الفيلم الغنائي The Greatest Showman يلي حافظ على مركزه بالمرتبة الرابعة بشباك التذاكر الأمريكية، محقق بهيك أرباح وصلت 13.8 مليون دولار بشباك التذاكر، يعني مجمل أرباح يلي وصلت له هالموفي ل 75.9 مليون دولار. الفيلم بيحكي قصة نجاح قائد الفرقة الاستعراضية بيتي بانام يلي أسس السيرك المتنقل بارنوم أند بيلي سيركس ببدايات القرن العشرين. الفيلم ببطولة النجم الأسترالي هيو جاكمان والممثلة الأمريكية ميشيل ويليامز والفنان الأمريكي زاك أفرون. Never made a difference by being like everyone else. الجزء الثامن من سلسلة أفلام حرب النجوم Star Wars The Last Jedi نزل من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثالثة، محقق إيرادات وصلت ل 23.5 مليون دولار، بهيك وصل مجمل أرباح الفيلم إلى 572.5 مليون دولار خلال أربع أسابيع من صدوره بدور العرض السينمائي. الفيلم بتابع رحلة أبطال حرب النجوم بكشف أسرار القوى والغاز الماضي، وهم بطولة الفنانة البريطانية ديزي ريدلي والبريطاني جون بويغا والنجم الأمريكي مارك هامل. This is not going to go the way you think. Fulfill your destiny. Just show me my place in all this. جديد بيدخل سباق شباك التذاكر بعطلة نهاية الأسبوع. هالفيلم الرعب والغموض اسمه Insidious The Last Key. هالفيلم حقق إيرادات بأسبوعه الأول وصلت 29.2 مليون دولار أمريكي. الفيلم ببطولة النجمة الأمريكية لين شاي وبتدور أحداثه حول أخصائية الظواهر الخارقة للطبيعة الدكتورة إليز رينر يلي بتواجه أكبر عمل مسكون مخيف بمسيرتها على الإطلاق، لكن هالمرة عليها مواجهة العمل داخل منزلها. أما بالمرتبة الأولى هالأسبوع كان من نصيب فيلم الأكشن والخيال جومانجي ويلكم تو ذا جنجل، يتقدم المرتبة الثانية إلى المرتبة الأولى وحقق 36 مليون دولار بعطلة نهاية الأسبوع، وبهيك بيكون وصل مجمل إيرادات هالفيلم إلى 244.3 مليون دولار. الفيلم بيصور مغامرة أربعة مراهقين بعد ما لقوا أنفسهم داخل لعبة فيديو وعليهم إنه يسعوا من أجل الرجوع إلى العالم الحقيقي، إلى هيك هالمغامرة بتعطيهم الفرصة لإعادة اكتشاف مهاراتهم الدفينة. الفيلم بطولة النجم ذا روك دوين جونسون والممثلة كارين جالان والممثل كيفن هارت. هيك
كانت قائمة التوب 5 للأفلام اللي احتلت المراكز الخمسة الأولى بشباك التذاكر الأمريكية. انتظرونا الأسبوع المقبل لنشوف شو هي تطورات عالم السينما وشو هو ترتيب قائمة إيرادات الأفلام الأكثر نجاحاً بشباك التذاكر. وهلأ عودة لزملائنا بالقاهرة.